لا غادي يمشيو نسمعوا الكلمه ديال العمده الجديد. اذا هو كان قادر يلغي هذا الشيء صافي وصلنا حنا تحل المشكل. اذا ما قادرش هذيك الساعه ما غتقدروا ماشي هو. لا هو خاصكم تخرجوا خبره. لا ما عندنا حنا ما نديروا خبره. قال حتى انا بغيت تهضروا معايا جيبوا لي شكايه باش نوقفوا هذا الشيء. تنسكنوا في واحد الدار ملقبه بدار الحاج بشعيب اللي اللي عدد السكان ديالها 22 سكن 22 عائله و 10 الحوانت. كان نتفاجئوا بيومين قبل العيد تفاجئوا بالمقدم جايب لينا واحد الورقه زعزع الناس كاملين ديال الدار. جايب لينا واحد الورقه كيقول فيها باننا خصنا نخلو الدار في 4 ايام. حنا ما تسلمناش ديك الورقه من عنده. قال لينا خصكم تسلموها باش تخرجوا في 4 ايام. ناض عطاها لواحد الوليد مو ما كايناش خدامه عطاها ليه سلمها ليه. دري عنده 12 عام عطاها ليه. نضنا حنا مشينا قلبنا على هاد الورقه جبناها من عنده. كنتفاجئوا بانها قرار جماعي جا من الجماعه مصادق عليه محمد ساجد مصادق عليه ولي المدينه ولي الجهه من قسم السكن مصلحه السكن غير اللائق. كيقول بان هاد الناس هاد السكان ديال 198 ابراهيم الروداني خصهم يخرجوا في الحال يفرغوها في الحال في خلال 4 ايام. والسلطات المحليه كتنفذ هذا القرار حسب اختصاصه. ما عرفناش اسيدي حنا هذا المرسوم اللي صيفط لينا وهذا القرار اللي صيفط لينا مبني على اش. حنا ناس ساكنين ما عمر شي واحد جا عندنا ما عمرنا شنا شي حاجه. هذا السيد اللي خدا هاد الدار حنا ما كارينش من عنده. حنا كارين من عند الورثه الناس مالين دار الملك. جا اسيدي شراها واحد السيد من المزاد العناني شراها في 2004 المزاد العناني. ملي شراها قال في المحكمه قالوا ليه راك خديتي الدار عامره بالسكان. قال لهم انا قابل عليهم انا قد على هاد السكان. كنتفاجئوا كل سيمانه كل شهر كيجي عندنا كيقول لنا غنخرجكم بغيت نعطيكم 2 مليون. اللي بغى 2 مليون يخرج نعطيها ليه من غدا يخرج. كاينين الناس اللي دار معاهم كونطرات وتفلى عليهم ما عطاهم حتى ريال. وكاينين الناس اللي كيقول لهم غادي نعطيكم 2 مليون كيخلع فينا ويهدد فينا بانه يعطينا 2 مليون 3 مليون وغيخرجنا. حنا سيدي هاد السيد بغا كراه دعانا على الكرا 10 سنين خلصنا ليه كراه في المحكمه. دار تلاعبات في الكرا باش ما نعطيهوش هو الكرا. مشى عطانا عنوان خاطئ باش نحطو حنا داك الكرا. صدقنا مدايرين عون قضائي بي حطينا داك الكرا في المحكمه. شويه تنتفاجئوا بهاد القرار. حنا ما شفنا خبره ما شفنا خبراء ما دخلوا عندنا لديورنا. الديور سيدي كلهم صوبين ما كاينش شي واحد ديورنا ما فيهم لا شق لا حتى شي حاجه كاع الديور مصلوحين. ونتحدى هاد الخبره اللي خرجات الا كانت شي دار مشقوقه نخرجوا في الحال. حنا السيد ولا هاد الجهات المعنيه بهذا الشيء ما كنطالبوا منهم حتى شي حاجه. يطالبوا كنطالبوا بالانصاف. عين سخونة. حنا سكان 22 ساكن 10 ديال الناس كلنا ما عندناش. الناس ما عندهمش معدومين مخير فيهم عساس مخير غارديان مخير خدار ما عندناش. الناس ما عندهمش. والدينا سكنوا في الدار بقاو في الدار بقينا مع 70 عام 80 عام باش كنتفاجئوا واحد واخدها بالمزاد العالمي ب 420 مليون والان وهي فيها مساحه ديال 1700 متر والان تتجيب لي وفي ابراهيم الروداني وتتجيب لي الان واحد مبلغ خيالي. حنا ما حسناش عليه. حنا كنطالبوا التعويض. حنا بغينا يعوضنا. هاد الناس فين غيخرجوا؟ حنا فين غنمشيو؟ ما عندناش فين نمشيو. الدوله كتحارب السكن العشوائي. حنا فين غادي نمشيو حنايا؟ ملي غادي خرجنا الدار غنديروا كياطن راه غنمشيو للكريانات الا خرجنا هاد السيد ولا هاد الجهات. بغيت نعرف انا هاد المرسوم اللي تعطى وهاد القرار الجماعي اللي تخرج
كيفاش تصدق عليه هاد رئيس المجلس وهاد رئيس الجماعة الحضارية ومحمد ساجد؟ علاش صدق عليه خرج هاد المرسوم نهار واحد شوتنبير، وانتخابات كانت نهار 4 شوتنبير؟ إذا كاينين تلاعبات في هادشي، تلاعبات في هادشي. علاش 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 يخرج هاد المرسوم تبقى 3 أيام الانتخابات باش يخرجونا حنايا؟ هادشي راه عاش محمد السادس اللي كينصف ملك الفقراء ملك الضعفاء اللي كينصف أي إنسان كينصفو. حنا ما كنبغينا حتى شي حاجة، حنا كنطالبو من الله ومن الناس ومن الناس المختصين المسؤولين، كنطالبو بالتعويض يعوضنا ما يشتتناش. ما طلبنا ليه شي حاجه شي حاجه غاليه، ما طلبنا ليه 400 مليون، ما طلبنا ليه 500 مليون، ما طلبنا ليه 200 مليون، طلبنا ليه يعوضنا بالسكن. يلوحنا فين ما بغى يلوحنا، يسافتنا فين ما يعوضنا عيب سكنة، حيت الناس ما عندهمش، حيت المغرب كازا عندك السكنه تعيش، ما عندك السكنه ما غتعيش.